الشرف انطلق الشوط السادس مع الخيل العربية الأصيلة، انطلاقة موفقة لهذه الجياد. نشوف الصدارة الآن والمركز الأول مع الجواد رقم 7 دلام للسيد سعيد إبراهيم المالكي على المركز الأول. المتابعة على المركز الثاني مع الجواد منتصر للسيد فيصل سالم الشهواني، بينما المركز الثالث مع الجواد إيغور ديبوي لعبد الله بن علي العطية. المتابعة الآن على المركز الرابع مع إيغور ديبوي، بينما المركز الخامس رقم 10 جابي دي فاوس للسادة مربط إنجاز. سادس المراكز وتقدم يأتينا من خلال تمبك للسيد أحمد محمد قبيسي، وسابع المراكز المتابعة مع الجواد جفرد للسيد حمد أحمد الجهني، والتقدم مع المركز الثامن مع أسترولوب للسادة مربط الغزالي. تاسع المراكز مربط الشحانية مع مطوع الصعايب المرشح الأول في هذا الشوط، إنما المركز العاشر للجواد أنيس للسيد ناصر بن سعيد العيدة خلفه تماما. نتابع الشعار البرتقالي مع الجواد المشهر. عودة للمركز الأول وعودة للصدارة، نشوف الصدارة الآن مع الجواد اللي هو رقم 4 منتصر للسيد فيصل سالم الشهواني على المركز الأول وعلى الصدارة. تقدم لمطوع الصعايب الآن يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول. المتابعة لأنيس على المركز الثالث مع صالح سالم المري، والتقدم الآن لجفرد على المركز الرابع، أسترولوب في المركز الخامس يبدأ باللحاق نوعا ما، ولكن الصدارة بكل أريحية لمطوع الصعايب اللي أساد مربط الشحانية في تقدم جيد. المتابعة من قبل أسترولوب على المركز الثالث وأيضا منتصر. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية، الصدارة والمركز الأول مع مطوع الصعايب على المركز الأول وعلى على الصدارة مطوع الصعايب. المحاولة من أسترولوب في المركز الثالث وأنيس أيضا ومطوع الصعايب على المركز الأول لأسادة مربط الشحانية. التدخل لأسترولوب لأسادة مربط الغزالي، ولكن الصدارة مع مطوع الصعايب على المركز الأول. المحاولة من أسترولوب، ولكن الصدارة والمركز الأول مع الجواد مطوع الصعايب. المركز الثاني مع الجواد أسترولوب، المركز الثالث أنيس، رابع المراكز رقم 4 منتصر.